بحيرة سيدي سالم من أغنى البحيرات بالثروة السمكية متاعها، معروفة من أول الدنيا على خاطر المرعى متاعها رائع ومتوفر كل شيء فيه. السنين هذم كي ولت لوناس تصب فيه في الماء كيما هو خام الضر البحر. البلاصة هذه البحر نتاعنا نعوموا فيه كان يسمى بحر صالح، فهمتني؟ متسكنين المنطقة هذه بوملال وبيني باندو والناس الكل يجيو يعوموا هنية، ويسمى بحر صالح، والنظافة والعفافة ما نعرفه، والشباي والقرنيط وكل شيء، والحوت هنية قدامنا. المرعى متاع الحوت خرجت فيه أنواع جديدة متاع حشيش ما نعرفهمش، واحدة ورقة زيتون، واحدة سلك بحر، واحدة سليحة، وما خافيها كان أعظم اللي ما نعرفوش الآخر الله أعلم. هذه ورقة الزيتون حشيشة جديدة ما نعرفوهاش قبل، وما هيش متوفرة في كل بلاصة، مش في البحر، في البحر كل تلقاها كان في الجهة هذه. هذه الصليحة، الصليحة هذه نوع كل 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 واحد سلابن هيك، سلابن سلابن مش عارف شو نسميها لك، ظلت مزلبنا سلبين، توح تعمل في الشباك، يعني تسكر عيون الشباك عاد لا تجيك لحوتة ولا واحد. انت كي تقيمها الصباح اذا الشباك نتاعك يوزن 500 كيلو احسبت هي تهزو 5 طن. الزريعة تخنقت، الحوت ياكل في ماكلة ماهيش صحية خارج من بحذاء المنبع نتاع لوناس، وهام الفلايك هنا موجودين. نورمالمون هذه تكون منطقة ممنوعة. الحوت بتاعها ما يتباعش للمواطن، علاش؟ مسموم، وفما فرق كبير ياسر ما بين نفس الحوت اللي تجبدها من هنا ونفس الحوت اللي تجبدها من جليج مغادي، من هنا تلقاها مرخوفة، مغادي تلقاها مكبوسة. والباقي هو لوناس كما قالونا أهل الذكر، نسيت عندنا أحبابنا مديرين كبار في لوناس، قالوا إذا كانوا ما يسرقوش في البرودويات، خلي نقولها وخلي اللي بيحب يعمل، لو كانوا ما يسرقوش في البرودويات ينجم ما يعمل حتى شيء، ينجم تعمله في وسط المدينة لوناس. أما ما داموا من نسيت الغالب عليهم من عالم عالم معناها مخ مسكر ما يسيرش. علاش؟ ما حبوناش نعيشوا، نموتوا احنا نموتوا هكا نموتوا صراحة.